بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول لشرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: والحكم خطاب الله المتعلق بفعله المكلف. وتكلمنا على الحكم وشرحناه بقيوده وتفاصيله، ووقفنا عند قول الإمام الرملي، وهذا الإشارة إلى ما سبق، وما سبق هو الحكم الذي ذكره بقوله: الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وزاد ابن الحاجب: أو الوضع، لكنه لم يدخل الوضع هنا. قال: وهذا هو الحكم الإنشائي. أخرج بذلك الحكم الخبري المتعارف. المتعارف صفة للحكم. الحكم المتعارف يعني المتداول، الذي إذا أطلق فإنه ينصرف عند الأصوليين إلى هذا المعنى. وهذه عبارة الإمام المحلي: وهذا الحكم الإنشائي، الحكم المنسوب إلى الإنشاء، المتعارف عليه بين الأصوليين، الذي يصح تارة إثباته وتارة نفيه. ولذلك في جمع الجوامع قال: لا حكم قبل ورود الشرع، فنفاه ثم بعد ذلك أثبته. فالحكم الإنشائي المعروف بين الأصوليين هو الذي يجوز أن ينفى تارة وأن يثبت تارة أخرى. فتقول: قبل الشرع لا حكم فقد نفيته، وبعد الشرع هناك أحكام تعلقت بأفعال المكلفين فقد أثبته. فهذا هو الذي يثبت تارة وينفى أخرى، بخلاف الحكم القديم فهو لا يصح نفيه، حكم الله سبحانه وتعالى القديم بالإثبات تارة وبالنفي تارة أخرى. وبإضافة الخطاب إلى الله تعالى خرج. فقوله بإضافة متعلق بقوله خرج ومتقدم عليه. وهذا من الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شروع في ذكر محترزات التعريف. ما الذي خرج بالتعريف؟ ما الذي خرج بالقيود؟ اعلم أن القيود الواقعة في التعريف إما أن تكون قيودا، إما أن تكون القيود قيودا لبيان الواقع، وإما أن تكون قيودا للاحتراز، يعني لإخراج ما ليس من التعريف. التعريف عنوانه الجامعية والمانعية، والقيود ماذا تصنع؟ إما أن تخرج وإما أن تدخل. القيود اللي بتدخل اللي هي البيان الواقع، يعني لإثبات الواقع. طب القيود اللي بتخرج دي المحترزات، محترزات التعريف. ولكن الأصل في القيود أنها لبيان الواقع، فإن حصل بها الإخراج فبها ونعمت، وإن لم يحصل بها الإخراج فإنما أتي بها في التعريف لبيان الحقيقة. يقول: أولا خطاب الله، هكذا يعني مضاف ومضاف إليه كجملة واحدة، خطاب الله، لأن الحكم هو خطاب الله. بما دخل في خطاب الله؟ كل ما يكون طريقا
لمعرفة كلام الله النفسي الأزلي، لأن خطاب الله يقصد به يقصد به الكلام النفسي الأزلي القائم بذاته سبحانه وتعالى. وهذا لا اطلاع لنا عليه، وإنما نطلع عليه إما بالقرآن وإما بالسنة وهكذا إلى آخره. فأراد من الخطاب أي كل ما يدل على كلام الله النفسي الأزلي، حتى لا تخرج السنة. يبقى خرج بخطاب الله، خطاب غير الله سبحانه وتعالى، فليس بحكم. فإذا قال السيد لعبده اسقني، اذهب فافعل كذا وكذا، فهذا حكم، ولكنه ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه فقد قيدا من قيوده وهو خطاب الله، لأن هذا ليس خطابا لله. وإن أوجب الله على العبد بعد ذلك أن يطيع سيده، هذه مسألة أخرى. قال: وبإضافة الخطاب إلى الله، خطاب الله أخرج وخرج خطاب من سواه، أي من سوى المولى سبحانه وتعالى، إذ لا حكم إلا حكمه، لأنه لا حكم إلا لله، ولا نستفيد الأحكام الشرعية إلا من المصادر المرعية، فلا حكم للكيانات ولا للمؤسسات ولا للأشخاص ولا 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 إلى آخره. فالمشرع في الحقيقة هو الله، ولا مشرع سواه سبحانه وتعالى، إذ لا حكم إلا حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فمصدر التشريع عندنا هو الوحي، الكتاب والسنة. أما المؤسسات والجمعيات والمجالس النيابية فليست مشرعة من دون الله. أخونا بيضحك. طيب، قال: إذ لا حكم إلا حكمه سبحانه وتعالى، ووجوب طاعة الرسول. وهذا فيه رد على اعتراض. طيب، انت بتقول ما فيش حكم إلا لله، طب ما نحن وجب علينا طاعة الرسول، وجب علينا طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طاعة الرسول ليس لكونه لذاته، وإنما وجبت بإيجاب الله سبحانه وتعالى لها، وطاعة العبد لمولاه إنما وجبت بإيجاب الله سبحانه وتعالى. فليس ذلك خارج عن حد التعريف، وإنما هو داخل في التعريف، لأن الذي دل على طاعة الرسول والذي دل على طاعة السيد هو الله. إذ لا حكم إلا حكمه، ووجوب طاعة الرسول، أي رسول من الرسل، والسيد، أو وجوب طاعة العبد لسيده، والمرسل في هذه الحالة بإيجاب الله إياها، يعني بسبب إيجاب المولى سبحانه وتعالى إياها، فلن تخرج عن كونها حكما شرعيا، لأنها ثابتة بخطاب الله تبارك وتعالى وبكلامه. وخرج بفعل المكلف، لأنه يقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. هناك خطاب لله لكنه لم يتعلق بفعل المكلف، قد يتعلق بذات الله، قد يتعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء والتخير والوضع، وإنما يتعلق به لإثبات أنه مفعول لله سبحانه وتعالى. وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته، أي المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كلا إله إلا الله، فهذا خطاب لله سبحانه وتعالى، لكنه تعلق بذات الله على أساس إثبات الوحدانية للذات، وهو السميع البصير، خطاب تعلق بالله سبحانه وتعالى لإثبات السمع والبصر له.
والسماوات مطويات بيمينه، خطاب تعلق بذات الله سبحانه وتعالى لإثبات القدرة له سبحانه وتعالى والخالقية وهكذا. وصفاته الله خالق كل شيء هكذا، وذوات المكلفين، وكذلك خرج الخطاب المتعلق بذوات المكلفين على أساس أنها مخلوقة لله كقوله تعالى ولقد خلقناكم، ده خطاب وخطاب الله، وتعلق بذوات المكلفين على أساس أنها مخلوقة لربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الخطاب المتعلق بالجمادات خرج به أيضا الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، فهذا الخطاب قد تعلق بالجبال، والجبال جمادات، وتعلق بها على هيئة أنها مسيرة لله سبحانه وتعالى، طائعة له. وبما بعده الذي أضافه الشارح مدلول وما تعملون، وما بعده أراد به بالاقتضاء أو التخيير، يعني الخطاب الذي لله تعلق بفعل المكلف أي ارتبط به ارتباطا على هيئة الاقتضاء أو التخيير. فخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، مدلول قوله وما تعملون، وما هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، فلو كانت موصولة كان المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، يعني معمولكم على أساس أن الله سبحانه وتعالى قد خلق المعمول اللي انت عملته ايه؟ عملت عصير برتقال، يبقى الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق هذا العصير الذي عملته. وإما أن تكون مصدرية والله خلقكم وخلق أعمالكم، وعلى أساس المصدرية استدل بها أهل السنة على أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، والله خلقكم وعملكم. فهذا الخطاب قد تعلق بفعل المكلف لكنه لم يتعلق به على هيئة الاقتضاء أو التخيير، وإنما تعلق به على أساس أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، فخرج أيضا عن كونه حكما. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بالخطاب على سبيل، لم يتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب أو الوضع والله خلقكم وما تعملون، يا هي مصدرية يا هي إيه؟ موصول. مصدرية اختارها جملة من العلماء للاستدلال على خلق أفعال العباد، من قوله والله خلقكم وما تعملون، فإنه الضمير يعود إلى قوله والله خلقكم وما تعملون متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله. وهنا المكلف أعم من المكلف بالفعل والمكلف بالقوة، لأن النص القرآني أخبر أن الله خلقكم وخلق أعمالكم، سواء كان يعني من خلق أو من خلق عمله صغيرا أو كبيرا مكلفا بالفعل أو غير مكلف. فالمقصود من هنا أنه متعلق بفعل المكلف الذي من شأنه أن يكون مكلفا، لأن طيب المجنون ده مش مكلف، هيخرج بقى عن أن ربنا سبحانه وتعالى خلق فعله؟ لا، يبقى المكلف الذي من شأنه أن يكون مكلفا. يبقى والله خلقكم وما تعملون، فإنه متعلق بفعل المكلف، يبقى تكتب فيها إيه؟ الذي من شأنه أن يكون مكلفا. أنا كمان هكتبها عشان ما انساهاش.
فدخل في ذلك المكلف بالفعل والمكلف بالقوة، وكذلك المجنون، لأنه من شأنه أن يكون مكلفا لولا عارض الجنون. وخرج ودخل بذلك المرأة لأنها مكلفة. قال: فإنه متعلق بفعل المكلف، ولكن تعلقه بفعل المكلف من حيثية لا هي حيثية الاقتضاء ولا هي حيثية التخيير، وإنما من حيثية الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق فعله، من حيث إنه مخلوق لله. وعلى هذا يشير إلى أن الإمام الرملي اختار إن ما هنا مصدرية لا موصولة، لأنه قال إيه؟ قال: لأنه متعلق بفعل المكلف على أساس إن فعل المكلف مخلوق مش لمفعول المكلف، يبقى اختار الإمام الرملي على أن ما هنا مصدرية. دي ما قلناهاش برضك في اللي فاتت، صح؟ قل لي. على أن ما موصولة لا تفيد أن الأفعال مخلوقة. تبقى أنت معتزلي. أنت شكلك كده بس من المعتزلة بتوع ليبيا. ومعتزلة ليبيا متعصبين. أيوه، لأنك حينئذ ليس فيها دليل، ما هو بطلان المدلول، بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول. يعني كون هذه الآية لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، هل هذا يعني أن أفعال العباد غير مخلوقة؟ غاية الأمر أن هذا الدليل لا يدل، لكن قد يدل غيره من الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية. يعني لو الأدلة العقلية أن ده مخلوق ولا خالق؟ ده مخلوق، كيف يخلق عمله؟ يبقى هو خالق، مع أننا فرضنا أنه مخلوق. عندنا بقى أدلة أخرى كثيرة من السنة تدل على ذلك. هب أنها موصولة وليست مصدرية، هل يعني هذا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله؟ غاية الأمر أن بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول، احفظها كده في دماغك، بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول. أقصد لماذا لو جعلت موصولة؟ لأنه هيبقى إيه التركيب؟ والله خلقكم والذي تعملونه، مش والله خلقكم وعملكم، والذي تعملونه يعني متعلق عملكم، يعني معمولكم. أنا ضربتها بإيه؟ إني أنا بضع الآن العصير، الوضع ولا الموضوع؟ لو هتعملها موصولة يبقى الموضوع، لو هتعملها مصدرية هيبقى الوضع، أخذي للكوب ووضعي له في هذا الكوب وهكذا. يبقى والله خلقكم والذي تعملونه، إيه هو الذي تعملونه؟ اللي هو معمولكم لا عملكم، صح كده؟ واخد بالك؟ طيب المعتزلة سيقولون هنأخذ هذا التفسير، نناقشهم في دليل آخر وهكذا، ونقول لهم هب أن الدليل قد بطل فلا يدل ذلك على بطلان المدلول، ولا نقف حيرة ويصعب علينا، ولا لا تجعل في مجال النقاش أحد يهزك، يعني وانت بتناقش ما تخليش حد يهزك، خليه يفسد لك هذا الدليل انقله إلى دليل آخر، أفسد لك اللي بعده انقله إلى اللي بعده واللي بعده، فضل يفسد اقلب انت على الترابيزة. يعني ايه؟ يعني خلاص هخش انا بقى في عقر دار وما خلينيش مدافع، عشان ما نيجي نناقش الوهابية نخش معهم في الطريق دوت، نبدأ احنا المهاجمين لا المدافعين، لأن شغلنا دفاع 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 دفاع، يبطل حجتنا ويضعف من الثقة بنا ولا يقوي شوكتنا. لا، تعالوا أنتم تحرمون وأنتم تفعلون وأنتم تكفرون وأنتم وأنتم وأنتم، يبقى المجال مجال إيه؟ هجوم، لا مجال دفاع. ليه مجال هجوم؟ لأن الهجوم يقوي من عزيمتك ويقوي من ثقة الناس بك ويقوي موقفك، مش هنفضل يعني نضرب وندافع نضرب وندافع، لا، مع الوهابية لأنهم ليسوا من أهل السنة.
بل هم طائفة خرجت كلا وجزءا عن أهل السنة، وهم في مؤلفاتهم ادعوا أن الأشاعرة والماتريدية لم يوافقوا أهل السنة إلا في باب الصحابة. العكس هو الصحيح، ألف في ذلك الشيطان المسمى بسفر الحوالي كتابا يدعي فيه أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة إلا في باب الصحابة. عندي هذا البحث، اسم الرسالة اسمها يعني قضية الإرجاء في الفكر الإسلامي، وهللوا له ووافقوه. وعندما نحن نعلن أننا نحن الماتريدية والأشاعرة الذين يمثلون الجزء الكبير من علماء الإسلام قديما وحديثا أهل السنة، وأن هؤلاء ليسوا بأهل السنة، يعني يتنططون ويتحركون كما يتحرك الفول عندما يوضع في الزيت. مين أحق، إحنا ولا أنتم؟ ولذلك سماهم يعني إمامنا وشيخنا نابتة، ويقصد به النابتة يعني إيه؟ إحنا عندنا في حاجة اسمه نبت شيطاني بيطلع منه لوحده كده، وهذه نابتة شيطانية غيرت حقيقة الدين، ويعني أفسدت جمال الإسلام وحلاوته وسماحته، وقطعت وتريد أن تقطع ما بقي لنا من كرامة ومن علاقة بيعني تراثنا القديم. طيب على كل حال يا أخوانا، يعني لا تدافعوا وإنما هاجموا. هاجموا بكل ما تمتلكون من أسلحة، أسلحة شريفة وغير شريفة كمان. قال إنه مخلوق لله ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ولا خطاب ده نافي يعني ولا خطاب تكليف، خلي بالك، ولا خطاب اكتب جنبها ايه، اي ولا خطاب تكليف، بخلاف خطاب الوضع لكونه يتعلق بفعل غير المكلف. يعني ولد صغير افسد لك شيئا تعلق الضمان بفعله على اساس ان الولي يجب عليه ان يخرج من مال الصغير قيمة هذا المتلف، أو أن يتحمله هو. معك سيارتك، ولد صغير بيلعب كرة دون سن البلوغ، ويعني أتت الكرة في الإزاز فأفسدته. الخطاب أي خطاب إيه؟ الوضع. إيه هو خطاب الوضع؟ أن هذا الفعل كان سببا للضمان. نوع بقى الخطاب إيه؟ خطاب الوضع سببية، لأن فعل هذا تسبب في وجوب الضمان. فقول هنا ولا خطابة، اكتب جنبه ولا خطابة تكليفي، يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. بالغ وعاقل، يبقى خرج المجنون وخرج الصغير، فلا يتعلق بفعلهما خطاب تكليف، لا بوجوب ولا بندب ولا بكراهة ولا بتحريم. فإن فعل الصبي شيئا كأن زنى مثلا، كان ذلك صورة زنا وليس زنا. لماذا؟ ولا يترتب عليه الحد، وما أتى به ليس حراما في حقه. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به تكليف، لا يتعلق به خطاب يمنعه من الفعل أو يأمره بالترك، يتعلق بالفعل إيجادا أو يتعلق بالفعل تركا، لا جازما ولا غير جازم. قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير المكلف، وولي الصبي شوف هو بيتكلم بيرد على ما قد يفهم من وجوب إخراج يعني ضمان المتلفات من مال الصبي. قال هذا ليس لكونه مخاطب بالإخراج، ولكن ده المخاطب وليه، لكن الخطاب تعلق بفعله من باب الوضع لأن فعله كان سببا، ولكن هل
نقول بأن الصبي يجب عليه أن يخرج، لا، بل يجب على الولي أن يخرج من مال الصبي قيمة المتلفات، وإذا وجبت في مال الصبي زكاة وجب على الولي أن يخرج قيمة الزكاة من مال الصبي. فالمخاطب بالوجوب هو الولي لا الصبي. وعلى ذلك يصح ما أثبتناه وما قررناه من القاعدة التي تقول بأنه لا يتعلق خطاب التكليف بفعل الصبي. وولي الصبي والمجنون مخاطب، لأن عندنا معاشر الشافعية الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما إذا ملكا مالا زكويا ومر عليه الحول. يعني هاب إن الصبي أو المجنون له وديعة بنكية ب100,000 دولار بعد تحرير سعر الصرف، لأن الصرف كان رقيق والحمد لله فك الله أسرع. والمجنون مخاطب، يعني خطاب تكليف بأداء ما وجب في مالهما منه من هذا الواجب كالزكاة وضمان المتلفات. قصد بذلك دفع ما يتوهم أن وجوب الزكاة في مالهما ووجوب غرم بدل ما أتلفاه من قبيل خطاب التكليف لهما. وحاصله دم يعني اندفع ذلك بأن الواجب على الولي وليس على الصبي. ولهذا شبيه، انت عند حضرتك سيارة، والسيارة دي انت حضرتك لم تعطي لها وسائل الأمان، يقول لك بالطريقة المصرية ما عشقتهاش، يعني ما شدتش فرامل اليد، وكانت هذه السيارة يعني ايه، ما احنا بنجدد في الأمثلة، ده تجديد الخطاب الديني ان احنا نجدد في الأمثلة، وده تجديد يعني ان شاء الله نجدد مع بعض. فالسيارة حضرتك انت ما شدتش فرامل اليد، فالسيارة اذا لم تشد فرامل اليد ولم توقفها جيدا كانت معرضة للسير، انت مهمل كده، فالسيارة تحركت، انت كنت راكنها في مطلع عالي شوي، فمع جت لهزة أرضية جت السيارة تحركت، فسبحان الله جاءت على حضرتك حاطت محمولك على الأرض، دهست المحمول كسرت لك محمولك. مين بقى اللي عليه الضمان؟ صاحب السيارة أو قائد السيارة، لأنها ممكن تكون سيارة واخد بال حضرتك وشغال عليها. قائد السيارة إذا كان صاحبها أو لم يكن صاحبها، قائد السيارة هو الذي يتحمل هذا الضمان، لأنه إيه؟ هو الذي قصر. يبقى السيارة لم يتعلق بفعلها تكليف، وإنما تعلق التكليف بفعل القائد. طب افرض إن كان القائد صبي صغير، زي عندنا مثلا في منطقة المنشأ لي حتة حاجات اسمها توك توك، أتعرفون التوك توك؟ ده التوك توك ده أشهر مني، فالتوك توك ده يقوده أطفال صغار، الأطفال الصغار دولت وهم ماشيين بسرعة ممكن إن هو يفسد حاجة، يكسر ولد، يكسر امرأة، يفعل يعني من الإتلافات ما لا يعلمه إلا الله. من الذي يضمن هذا؟ يضمن الولي. يبقى من المخاطب؟ صبيش مخاطب. وصاحب الدابة، صاحب السيارة أو قائد السيارة، ليس هو يعني ليست السيارة المخاطبة، وإنما القائد الذي أهمل في اتخاذ وسائل الأمان هو المخاطب بغرم هذا المتلف الذي أتلفه. وطبعا هنا ذكر إيه؟ كما يخاطب صاحب البهيمة، البهيمة عن غيرها ونخليها يا مولانا السيارة بضمان ما أتلفته في هذه الصورة التي ترتب عليها عدم أخذ وسائل الأمان للسيارة، بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها. يبقى هنا الرجل فرط في حفظه، لأنه حضرته
ما شدش فرامل اليد، ما أوقفهاش في مكانها الموضوع لها. يبقى وانت بتشرح، لأن إن شاء الله كلكم هتشرحوا الكتاب ده بإذن الله، انتبه إلى تحديث الأمثلة وإلى ربط الجديد بالقديم. لماذا؟ لأن هذه الكتب ألفت لزمان كانت الدواب هي السمة القائمة، فأنت مطالب بأن تربط الحديث بالقديم. أنت بتدرس لطلبتك، وده مهم جدا، لأن في ناس مش متصورة الصور القديمة ولا علاقة. ليه؟ لأن احنا مش عايشينها. عارف لو احنا عايشينها كانت المسألة بقت سهلة، لأن احنا بالضبط من 200 سنة والدنيا كلها اتغيرت. قبل ال 200 سنة بعد صلاة العشاء، احنا هو بعد صلاة العشاء كان الناس تصلي وتخش تنام ويصحوا الفجر. عندكم كده في ماليزيا طبعا الدنيا كلها كده، في القرية هذه. أما هنا بسم الله ما شاء الله بعد العشاء بيبدأ الشغل، ونقعد نقرأ ونذاكر للطلبة لغاية الساعة 10-11 بالليل، وبعد كده نروح نقعد نقرأ شوية لغاية الساعة 2، نصحى الفجر وإحنا يعني بين اليقظة والمنام، ما عرفش الواحد أرى الفاتحة ولا أرى غير الفاتحة، ولا قال يا رب فين السرير، أو زي ما بتيجي. فنظام الحياة تغير، فلازم تواكب عصرك. أمثلتك ديت وانت برضك بتدرس الفقه انقلها للأمثلة المعاصرة، كما نفعل في منهاج الإمام النووي، بنقلب الأمثلة. لماذا؟ لأن احنا محتاجين ان كتبنا دي نبدأ نشتغل عليها من جديد، ونحذف هذه الأمثلة القديمة ونضع الأمثلة الحديثة لما نيجي نألف من جديد، لكن دي هتكون كما هي. رقم 2 إظهار العلل، إظهار الأدلة. رقم 3 إظهار القواعد المستعملة. رقم 4 إظهار الدقائق والمعاني اللغوية في هذه المسألة. لماذا؟ لأن ملكة اللغة قد زالت، ونريد مرة ثانية اللغة العربية، مانيش دعوة باللغة الملوية أو اللغة الروسية، نتكلم عن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة كلام سيدي الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ليس يعني نحن نحترم كل اللغات، ولكننا نقدس العربية لأنها لغة القرآن ولأنها لغة أهل الجنة. أخذ بالك سيدنا رسول الله فيما روي عنه، والله أعلم بالسند وموجود في كتب التجويد، قال أحب العرب لثلاث: القرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي، وفي الثالث وأبي عربي. فسيدنا رسول الله كما روي، الله أعلم بالسند لأن أنا بحثت عنه في يعني الكتب فما وجدت له سندا ولا أصل له، لكن هو مشهور جدا جدا في كتب التجويد. أحب العرب لثلاث، وهو وإن يعني لم يكن له سند ولا أصل في يعني اعتقادي وعلمي، إلا أنني أرى أنه يعني له معنى سليم. القرآن عربي، ولذلك اهتممنا باللغة العربية حتى نفهم بها كتاب الله، وحتى نفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نفهم بها كلام أهل العلم. ولذلك اهتموا باللغة العربية. حتى كان لي نصيحة عند إخواننا الوافدين، وهم يعني من الروح بمكان مكين، وهم موضع القلب: لا تتكلموا فيما بينكم إلا باللغة العربية حتى تتمكنوا منها، حتى في بيوتكم لا تتكلموا إلا باللغة العربية، حافظوا عليها وانقلوها، لأنها لغة تساعد حتى من يسمعك ويفهمها ويقرأ بها، ستكون أنت سببا في هدايته إذا قرأ القرآن. لا ليكن رسولنا هو اللغة العربية، تقوى ملكاتنا وينضبط لساننا وتكون اللغة دائما على ألسنتنا، ده مهم جدا. وليت يعني يكون لكم أوراد من القاموس ومن كلام العرب ومن ومن ومن. تقوية الملكة مهمة جدا، لأنها تساعد على فهم القرآن والسنة وكتب أهل العلم. طيب بارك الله فيكم، اهتموا بهذه النصيحة. قال:
لتنزل فعلها، يعني لما كان صاحب الدابة هو المخاطب بالضمان؟ قال لأن فعل الدابة قائم مقام فعله. لما كان هو مسيطر على السيارة، ولما كانت القيادة في يده وهو الذي وضعها في مكانها، كان فعلها كفعله هو. كالصبي الصغير، أنت تقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لا يتحرك إلا بحركتك، فكذلك الدابة لا تتحرك إلا بتحريك صاحبها. فنزل فعلها منزلة فعله. فإذا أهلكت حرصا أو نسلا فإنه حينئذ يضمنه صاحبها، لأن فعلها كفعله. لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. ثم ورد عليه سؤال آخر، أنتم تقولون بأن الخطاب لا يتعلق إلا بمكلف بالغ عاقل، ماذا تقولون في صلاة الصبي؟ يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ قلنا لهم يثاب عليها. قال الثواب فرع التكليف. الثواب فرع التكليف، لأنه إذا كان هناك ثواب يبقى هناك تكليف، وإذا كان هناك تكليف يبقى تعلق بفعل الصبي التكليف، تعلق بفعل الصبي طلب أو إيه أو نهى، بدليل أنه يثاب على صلاته. قلنا لا، إنما أثيب عليها لا لكونه مكلفا بها، وإنما أثيب عليها من قبيل التشجيع. عارف أنتوا الجائزة التشجيعية ده، ربنا بيشجعه لا لكونه مكلفا، ولكن حتى يألف الصلاة فلا يتركها أبدا. فثوابه عندي كثواب المجتهد إذا أصاب، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على الإصابة. وهل الإصابة بفعله أم بفعل الله؟ الإصابة بفعل الله، فقد أثيب على ما ليس من فعله ببعض فعل الله تكرما من المولى سبحانه وتعالى. فهنا أيضا الصبي أثيب تكرما من المولى الكريم سبحانه وتعالى لا لتكليف، ونمنع أن يكون الثواب فرع التكليف، فقد يثاب المرء بغير تكليف. جائز هب أنه ترك الصلاة وترك العبادات، ولكن قلبه يقول لا إله إلا الله، للمولى الكريم أن يدخله الجنة تفضلا منه، كل ذلك بفضل الله وهذا ثواب. نقرأ بقى تاني مع بعض. طيب يا مولانا، إذا قلنا أن الصبي أثيب، أنت مالكي بقى؟ شفت بقى، هم الملكية اللي بيقول كده، أن الخطاب يتعلق، خطاب الندب يتعلق بالمالكية. إذا قلنا الصبي إنما أثيب لتكرر الصلاة ولكي يعتاد عليها، هذا ينتقد مثلا في الحج، ينتقد في الصوم، يثاب الصبي إذا حج ويثاب إذا صام، وهذا ليس صومه وحجه ليس لا ليعتادها. أما ليه؟ الحج هو فرض مرض تشجيع، ده مش فرض، هل بيقع فرض؟ هب إن الصبي الصغير ذهب وحج، أتسقطون بفعله الفرض؟ طب لماذا؟ طب أثيب على ذلك، لماذا؟ أثيب على ذلك تشجيعا له حتى يألف الطاعات، وحتى يتربى على يعني عبادة الله، مش لازم يألفها بمعنى الصلاة يأتي فيها الألفة، أما غيرها حتى يتربى على يعني العبادات، وحتى يتربى على أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. طب هب أنه لم يفعل، لم يأثم، هب أنه فعل، أثابه الله لا لكونه قد خوطب بالحج أو بالصلاة أو بالصوم، ولكن من قبيل أن الله سبحانه وتعالى يدفعه للمزيد من عمل الصالحات حتى يتربى على المنهج الإسلامي، حتى يتربى على طاعة الله.
في الصلاة الألفة، في غير الصلاة حتى يتربى على المنهج. شوف ولدك لما يصوم، طب ما هو بيؤمر بالصيام حتى يألف الصيام. هيصوم وهو صغير السنة دي، وهيصوم السنة اللي جاية، وهيصوم السنة اللي بعديها حتى يبلغ. فإذا بلغ وكان قبل البلوغ مثلا قد صام وسنه سبع سنوات، وهو بلغ مثلا وعنده 15 سنة، 7 سنوات تدريب على الصيام، ألف الصيام أم لا؟ ألف الصيام. طب حج مرة واحدة، تدرب على الحج وألف عمل الحج، فندعي أيضا أنها للألف. كان ألف بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بالصلاة يعتاد. طب ما أمر به صلح. إحنا فهمنا الألفة منين؟ فهمنا الألفة من النصوص، هي النصوص لم تصرح بها، ولكن العلماء فهموا واستنبطوا من هذه النصوص أنها أمرت من أجل أن يألفها وأن يعتادها وأن يعتاد طاعة الله سبحانه وتعالى. بس أنت ملكي في دماغك أنه إنما أثيب على صلاة النفل من أجل أنه قد أمر بها وقد تعلق الخطاب به. عندنا صبي مخاطب مخاطب بالندب واحنا بنقول لهم لا ما تخاطبش بالندب. طب من اللي فرق ما بين الندب والواجب؟ هنتناقشنا بدي قبل كده في احد قراءات الكتاب. ما الذي دفع المالكيه ان تفرق بين تعلق بخطاب دون تعلق بخطاب اخر؟ ما الذي جعلهم يقولون بان خطاب الندب قد تعلق بفعله دون خطاب الوجوب ودون خطاب التحريم؟ طيب شفت بقى الشافعي ارجح ازاي؟ ما انا سكت بقى الشافعي ارجح. خلاص امسكوا بعد الدرس كده لعله ان يرجع الى الشافعيه ويتوب الى الله. وعباده الصبي ليس لانه مامور بها بل ليعتادها، اي ليالفها ليتعود على عباده الله، فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله تعالى. واما خطاب الوضع، وهذا عند من زاد في الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخير او الوضع. خطاب الوضع هو جعل شيء سببا لشيء، جعل شيء سببا لشيء هو عين خطاب الوضع، هو عين خطاب الوضع، او شرطا له، او صحيحا او فاسدا. يعني جعل الشيء، ومن الجاعل هو الله، وحذف الفاعل للعلم به. جعل شيء يعني جعل الله هذا الشيء سبب لهذا الشيء، او شرطا له، او مانعا، او صحيحا، او فاسدا. فليس من الحكم المتعارف، فليس الحكم المتعارف عليه، يعني ليس هذا من الحكم المتعارف عليه بين الأصوليين تارة بالنفي وتارة بالإيجاب عند من لم يضع في تعريف الحكم أو الوضع. قال: فليس من الحكم المتعارف عليه كما جرى عليه كثيرون، منهم صاحب جمع الجوامع، ومنهم الإمام البيضاوي، وهكذا، لم يضعوا خطاب الوضع في ضمن الحكم الشرعي. ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب وسرنا عليه نحن بعد ذلك وأخذناه من مشايخنا، زاد في آخر التعريف السابق ما يدخله، يعني من جعل الوضع من الأحكام لزاما عليه أن يزيد في التعريف جملة وقطعة في التعريف تدخل الحكم الوضعي، فيقول مثلا بالاقتضاء أو التأخير أو الوضع. فقال: أو الوضع. وبعضهم هنا قال أصلا حتى كمان ممكن إن احنا ندخل خطاب الوضع فيه
في قوله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التأخير أو الوضع، لأن التعلق إما أن يكون صراحة يعني بهذا، يعني في تصريح وفي ضمني، فهو تصريح بأن الخطاب قد تعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التأخير، وضمني كذلك في أنه بالوضع، لأن الاثنين مرتبطين ببعض، لأن حكم الوضع يؤدي إلى حكم التكليف. ولذلك قلنا وقد يقال من جعله منه لا يحتاج إلى زيادة أو الوضع لدخوله في الحد، إذ المراد من الاقتضاء والتخيير الضمني أعم من الضمن والصريح. يعني الاقتضاء والتخيير أعم من الاقتضاء والتخيير الضمني، وأعم من الاقتضاء والتخيير التصريحي المطابقي. وخطاب الوضع من الحكم الضمني، خطاب الوضع ده من الحكم الضمني، أو من الاقتضاء والتخيير الضمني، إذ معنى سببية الزوال إيجاب الصلاة عنده، إذ معنى إن ده سبب. يعني إيه؟ يعني ما معنى أن دلوك الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب الظهر؟ معناها إيجاب الصلاة عند ذلك، فأصبح إيجاب الصلاة عند ذلك متعلق ضمنيا بسببه، لأن الوجوب لا يوجد إلا إذا حصل السبب. ما معنى وجوب الصلاة؟ معنى وجوب الصلاة وجوبها في ذاتها، ووجوب ما تتوقف عليه، وذلك يعني أنها متعلقة كذلك بشرطها، وهكذا. ولكن ده كلام يعني مش واضح، أجاب به بعضهم. يقصد أن حكم الوضع مأخوذ من تعريف بدلالة التضمن يعني، باللوازم يعني بالاقتضاء، كأنه قال الاقتضاء وما يتعلق به، والتخيير وما يتعلق به، فكأنه قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء وما يتعلق به، والتخيير وما يتعلق به، والذي تعلق بالاقتضاء السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، هكذا يقول بعضهم أجاب بهذا. وأظن أن الذي أجاب بهذا هو التفتزاني في شرحه على المختصر ابن الحاجب، أظن هذا. ما عندكش اسمه ايه؟ ما قلناهوش النوبة اللي فاتت؟ طيب، لكن أنا قرأته في التفتزان، أظن ذلك. فقال التخيير الاقتضاء وما يتعلق به، الاقتضاء ده صريح، وما يتعلق به ده اللازم، والتخيير وما يتعلق به. طيب، يبقى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ولوازم الاقتضاء، ومن لوازم الاقتضاء السببي، ومن لوازم الاقتضاء الشرطي، وهكذا. ولكن يعني هم لا يكتفون في التعاريف بالأمور اللوازم، ده كلام قاله الشيخ البجوري، قال بأنهم لا يكتفون في التعاريف باللوازم، بل لا بد أن يصرحوا، لأن أمر التعريف خطير، ما يذكرش الحاجة كده بطرف خفي ولا يشير إليها إشارة من بعيد، بل لابد وهو يعرف أن يأتي بكلام صريح واضح للدلالة على الماهية. فحتى من أجاب بهذا أنا أعتقد أن إجابته غير شافية، وأن رده غير واف، لأن أمر التعريف خطير، ده احنا عمالين نلف وندور عشان نوضحها لكم، لا عايزين حاجة وإحنا نعرف، نأتي بقيود واضحة، ونأتي بتعريفات صريحة، ولا نأتي بتعريفات ضمنية. طيب، الكلام ده مهم، وذكره الشيخ الإسلام البجولي. قال والأحكام، أي الأحكام المذكورة في تعريف الفقه، والدليل على ذلك إعادة المعرفة بلفظها
يبقى الأحكام هي الأحكام المرادة في تعريف الفقه. والدليل على أن هذه الأحكام هي الأحكام المرادة أنه أعاد المعرفة بلفظها، وعندنا قاعدة لغوية أن المعرفة إذا أعيدت بلفظها فإنها تدل على أنها عين ما سبق. طيب، والأحكام المرادة فيما ذكر أي في التعريف المذكور 7 على ما اختاره المصنف في هذا الكتاب. اختار إن الأحكام 7، وبعضهم قال لك لا الأحكام 10. 7 إيه؟ اللي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والصحة والفساد. طب والسببية والشرطية والمانعية؟ قال عند بعضهم ليست بحكم. طيب، وهذه الأحكام الواجب ومتعلقاتها ليست هي الأحكام وإنما متعلقات الأحكام، فكأنه قال ومتعلقات الأحكام الواجب، لأن الأحكام هي إيه؟ الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والفساد، هذه هي الأحكام. وأما الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح فهي متعلقات الأحكام، لأن الواجب هو إيه؟ فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، والمندوب والإباحة إلى آخره. ولذلك بعضهم قال والأحكام أي ومتعلقات الأحكام 7، لأنه ما ذكر الأحكام وإنما ذكر متعلقاتها. فهمنا مشايخ الإسلام ولا لا؟ فهمت يا مولانا؟ طيب، طب المفروض انت تقعد تشرح وتسيبني بقى اروح انا اشوف شغل انا. وكذلك امام الحرمين في البرهان حيث حصر الاحكام في 7، يعني في البرهان وفي الورقات جعل الاحكام 7. والمشهور ان جميع الاحكام 5، الاحكام الايه؟ تكلفيه. انا عندي احكام تكلفيه وعندي احكام وضعيه، تكلفيه 5 والوضعية 5، ده المشهور. لكن إمام الحرمين قال لا، الأحكام تكلفية عنده 7، عنده الأحكام 7. والمشهور أن جميع الأحكام 5، وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع. وبعض المتأخرين نازع في كون الصحة والفساد من الأحكام الشرعية، بل قال إنها من الأحكام العقلية. ده ابن العضد قايل كده على ابن الحاجب، قال لا، أصل الموافقة وعدم الموافقة دي أمر عقلي. ما الصحة معناها إيه؟ معناها كون هذه الأشياء موافقة للشرع، والفساد كونها مخالفة للشرع. فالموافقة والمخالفة أمران عقليان ولا يتوقفان على الشرع. بلك ده معنى مين؟ معنى كلام المعترض، إنه لا، ليس الأمر كذلك. طيب، أشد مالك. قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. وجه الحصر في هذه أن الحكم إن تعلق بالمعاملات، المعاملات هي التصرفات المالية التي تقع بين شخصين، أو هي التصرفات المالية التي تحصل من طرف واحد في بعض الأحيان، إما أن تقع من طرفين وإما من طرف واحد. طب من طرف واحد زي إيه؟ زي الوقف، بيقف هذا المسجد لله تعالى، بيقف هذا المال للفقراء والمساكين،
قال: فإما بالصحة وإما بالبطلان، إما أن تتعلق المعاملات بالصحة أو تتعلق بالبطلان. الصحة إذا كانت هذه المعاملات موافقة للشرع، والبطلان إذا كانت هذه المعاملات مخالفة للشرع. وإن تعلق بغيرها، إيه هو اللي تعلق الحكم بغيرها أي بغير المعاملات؟ فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء، إما أن يكون تعلقه على سبيل افعل أو لا تفعل أو اترك، وإما أن يكون على سبيل أنه يرفع يعني الحرج والثواب عن الفعل وعن الترك، وهذا هو المباح. والطلب إما طلب فعل يعني طلب لفعل الشيء أو طلب لترك الشيء، وكل منهما إما أن يكون جازما على معنى أنه يمنع النقيض، وإما أن يكون غير جازم. فطلب الفعل الجازم الإيجاب، يبقى الإيجاب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، هذا هو الإيجاب، خلي بالك. طب والواجب هو الفعل الذي تعلق به الخطاب، وأما الإيجاب اللي هو الحكم هو خطاب الله الذي تعلق بفعل المكلف الذي طلب الفعل طلبا جازما. ولذلك شوف القراءة هنا اهو يقول لك الإيجاب ايه؟ ها؟ طلب الفعل الجازم، يعني الخطاب الذي طلب الفعل طلبا جازما. وطلب الفعل غير الجازم الند، فالند عرفه شيخنا بأنه خطاب الله الطالب للفعل طلبا غير جازم. وطلب الترك الجازم، الطلب هو اللي جازم يا اخوانا، يبقى دي صفة للإيه؟ صفة للطلب. وقبل كده برضه كانت صفة دي بقى طلب جازم. يعني ايه طلب جازم؟ يعني لا يجوز المقابل. فطلب الفعل طلبا جازما بمعنى انه لا يجوز لك الترك، وطلب الترك طلبا جازما بمعنى انه لا يجوز لك الفعل. افهم. وطلب الفعل غير الجازم وطلب الترك الندب، وطلب الترك الجازم التحريم، فالتحريم هو خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما. وطلب الترك غير الجازم الكراهة، وعرفوا الكراهة بأنها خطاب الله خطاب الله الطالب للترك طلبا غير جازم. والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة، فالإباحة هي خطاب الله المخير بين الفعل والترك. فعلم، انتبه، انظر إلى كل ذلك يريد أن يقرر حقيقة ذكرناها منذ قليل، وهو أن المذكور في هذا الكلام هو متعلقات الأحكام لا الأحكام، لأن الأحكام الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. وأما الواجب والمندوب والمكروه والمباح وده إيه؟ متعلقات الأحكام. يعني إيه متعلقات الأحكام؟ يعني الأفعال. شوفوا بقى غاية المأمول سهل إزاي. طيب قال: فعلم أن المصنف تجوز حيث أطلق الأحكام وأراد بها متعلقاتها في جعل هذه الأفعال الأحكام. طبعا هذه الأفعال ليست الأحكام، وإنما هي متعلقات الأحكام، وإنما هي أي الأفعال متعلقاتها. وجعل بعضهم الأحكام خمسة وأدخل الصحيح فيها، فإن الصحيح من المعاملات. هنا بقى يظهر إني
الصحيح والباطل مندرجة داخل الخطاب التكليفي، لأن صحيح معناه إيه؟ معناه أنه مباح أن تتناوله. طب والباطل حرام أن تتناوله، فدخل باللازم في تعريف المباح وفي تعريف الحرام. الجرد هذا بأن الصحة لا تلزم الانتفاع كما في بيع الخيار. ما الذي قال لك هذا؟ كلام سليم بس ده انت تقول هنا بقى من شأن الصحة ان يترتب عليها الإباحة، والبيع في الخيار من شأنه ان يترتب عليه بعد ذلك الإباحة، من شأنها نعم إباحة بالقوة، بمعنى انه اذا مضى الخيار وبوقته وتراضى الاطراف فخلاص هيقول الى هذا، فهو آيل الى إباحة الانتفاع، وإن لم يكن مباحا في الحال إلى أنه آير إلى إباحة الانتفاع. هكذا قال. وجعل بعضهم الأحكام خمسة وأدخل الصحيح والباطل فيها، فإن الصحيح من المعاملات يندرج يعني يدخل في قسم المباح، والباطل منها يلحق بالمحظور. وبعضهم زاد، وزاد بعضهم أخذا من متأخر الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة. هؤلاء الفقهاء قالوا هذا مكروه وهذا خلاف الأولى، فقابلوا خلاف الأولى بالمكروه والمكروه بخلاف الأولى من متأخري الفقهاء كالمصنف في النهاية الإمام الجويني، ألف كتابا عظيما فخيما اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، شرح فيه مختصر الميزاني، ذكر في كتاب الشهادات ذكر في كتاب الشهادات هذه المسألة، وقال إن متأخري الفقهاء هم الذين فرقوا بين المكروه وبين خلاف الأولى، وأما المتقدمين من أصحابنا فلم يفرقوا بينهما، بل الكل عندهم مكروه، فما ثبت بدليل عام أو بدليل ما نهي عنه بدليل مقصود أو بنهي غير مقصود الكل يسمى مكروها، وأما المتأخرون فقد فرقوا بينهما وقالوا ما ثبت النهي عنه بدليل مقصود يكون مكروها، وما ثبت بدليل غير مقصود أو بنهي غير مقصود يسمى خلاف الأول. ذلك ذكره في كتاب الشهادات من نهاية المطلب. قال كالمصنف في النهاية خلاف الأولى، خلاف الأولى ديت رجع لإيه؟ زاد بعضهم خلاف الأولى، ومن عندك أخذا إلى في النهاية دي جملة اعتراضية، يعني بعد قوله وزاد بعضهم خد شرط خلاف الأولى، خلي قبل خلاف شرطة، لأن الشرطة ديت في الاصطلاح معناها جملة اعتراضية. أخذا، أخذا دي تعربوها إيه؟ تعربها يا مولانا فين؟ أخذ أخذا. طب وليه التقدير؟ أنت مالك كده كل حياتك كلها تقدير؟ ما دي الفرق بين العجمة والعربية. ها؟ أيوة صح كده، وزاد لأجلي. ها؟ خليك كده سهل. أما المشكلة أنتم بتجنحون دائما إلى كثرة التقادير، هي مفعول مطلق يعني وزاد بعضهم يعني يأخذ أخذا. وزاد بعضهم أخذا يعني للأخذ، هذه الزيادة علتها أنه قد أخذها من هذا. طيب من متأخري الفقهاء، متأخري الفقهاء يقصد بهم يعني ما كان بعد القرن الثالث في اعتقادي، كالمصنف في النهاية خلاف الأولى
والإمام إنما نقل الفرق، لكن لما أقر الإمام هذا الفرق نسب الفرق إلى الإمام. ده الإمام الجويني في كتاب الشهادات ده ناقل لهذا الفرق، لكنه لما نقله وتركه ولم يعترض عليه كان ذلك إقرارا له. يقول لك إيه؟ ذكره أو أقره النووي في الروضة، هذا ستجده كثيرا في كتب الفقه، أقره في الروضة يعني ذكر الرأي ولم يعقب عليه، فصار ذلك إقرارا وتقريرا له. إيه ده؟ ده شوف المدارس العلمية بتعمل إيه؟ ده بتحقق في الإقرار وهو الذكر بدون اعتراض. ولذلك لا نأخذ فقهنا ولا نتعبد إلا بما ثبت عن المدارس المعتمدة. طيب نرجع تاني. فقال إن كان طلب الترك غير الجازم بنهي مخصوص بالشيء، طلب الترك غير الجازم بنهي، فين اسم كان؟ ايه الجمله؟ اللي هو متعلق الجمله بقى، اللي هو كائنا، يبقى كائنا بنهي تقدير اي ما هم بيقدروها. انا عربي وانت عجمي، فسيب العربي يقدر. بنهي مخصوص بالشيء كالنهي، يبقى إن كان هناك نهي مخصوص يتعلق بالشيء فيكون ذلك من قبيل المكروه، كما في حديث الصحيحين البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى نهى داخل المسجد عن أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، يبقى هنا النهي قد تعلق بشيء محدد، نهي صريح وتعلق بشيء محدد، وهو إيه؟ وهو ترك والجلوس قبل أن يصلي. فصار الجلوس قبل أن يصلي مكروه وليس خلاف الأولى. ليه؟ لأنه قد تحقق فيه الشرط أنه أهو طلب ترك غير جازم بنهي مخصوص بالشيء. فالكراهة ده جواب إن كان فهو المكروه، أو بغير مخصوص، يعني وإن كان طلب الترك غير الجازم بنهي غير مخصوص بالشيء فيسمى خلاف الفاء، هو خلاف الأولى. ويضرب مثالا لذلك: النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، لأن الشيء يفيد النهي عن تركه فخلاف الأولى. هضرب لكم حاجة بسيطة جدا. إحنا عندنا الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالسنن المؤكدات، صح ولا مش صح؟ قال: من صلى مثلا أربعا قبل الظهر حرم الله جسده على النار، أليس كذلك؟ فهذا النص فيه أمر غير جازم بأربع قبل الظهر. طب أنت تركت الأربعة اللي قبل الظهر، تركك ألمه الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقد استفدنا نهي ترك الأربعة قبل الظهر من الأوامر، لأن الأمر مقابله النهي، فالأمر بالصلاة نهي عن تركها، يبقى الأمر بشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. طب أنا مش أصلي الأربعة اللي قبل الظهر، أصلي الظهر وأفضل قاعد على الفيسبوك، يبقى جلوسي على الفيسبوك في هذا الوقت خلاف الأول. عرفت منين؟
قال لأن في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى أمرني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أصلي الأربع ركعات. في حديث من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله جسده على النار إلى آخره مثلا يعني. وأنا في هذا الوقت انصرفت عنها، فصار الأمر بالشيء نهي عن ضده. إيه الضد اللي أنا فوتت بيه؟ الفيسبوك أو الواتساب أو أي أحد من الأشياء، ما أنا عارفكم كلكم بتستخدموا الأجهزة اللي زي دي. يبقى النهي غير المخصوص يستفاد من مقابل الأوامر، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده. يبقى ده اسمه إيه؟ نهي غير مخصوص. لماذا؟ لأنه كما ترون لم يأتي بلفظ صريح مريح، وإنما استفيد من القاعدة، وهي أن الأمر بشيء نهي عن ضده. قال: كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. أنا قلت ليه بقى المستفاد؟ لأنه هو صفة للنهي، النهي المستفاد من الأوامر. يبقى هو يا مولانا لما تتسألها تقول ايه ده صفة للنهي، النهي المستفاد. ايه ده هو النهي بيستفاد من الأوامر؟ مش احنا ده هندرس ان شاء الله ان الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقد استفدنا النهي من الأمر. يبقى خلي بالك وانت بتقرأ كده عينك على التشكيل، لأنه اللي هيحدد لك السياق والسباق واللحاق هو اللي هيحدد لك المعنى تحديدا دقيقا. طيب، وهو النهي عن ترك المندوبات، جمع مندوب، المستفاد، النهي المستفاد من أوامرها. الضمير عائد إلى إيه؟ إلى المندوبات، أوامر المندوبات اللي هو الخطاب الذي أمر بها. لأن الأمر يعني الأمر اللفظي بالشيء يفيد النهي عن تركه، فأمرنا بصلاة أربع ركعات قبل الظهر، فهمنا من ذلك أنه نهى عن تركها، فأصبح تركها المتحقق بأي فعل وجودي خلاف الأولى، خلاف الأولى لأن هو اسم خبر أصبح، فخلاف الأولى. وأما المتقدمون، أما المتقدمون من العلماء أو من الفقهاء، وخلي بالك ده هنا بيتكلم يا شيخ، هنا بقى خالف مصطلحه من متأخري الفقهاء، ما يقصدش بهم الحنفية، يقصد بهم الشافعية، لأنهم هم الذين استعملوا هذا المصطلح. فخلي بالك هنا خولف مصطلح الفقهاء، لأن مصطلح الفقهاء يطلق ويراد بهم الحنفية المقابلين للمتكلمين. وأما إطلاق إمام الحرمين فأراد به الذين يوصفون بالفقه في مذهبنا، متأخري الفقهاء يعني متأخري فقهاء الشافعية اللي هم في اعتقادي بعد القرن الثالث، لأن عندك فيه متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، وده بيختلف باختلاف المستعمل. لما يستعملوا إمام الحرمين يبقى عندك ثلاث مراحل، الشافعي ده مرحلة المتقدمين لغاية القرن الثاني، واخد بالك، وبعد كده يبدأ من المتوسطين لغاية مش عارف التالي وهكذا. عند النووي لما يستعملها لا، المتقدمين خلال المتقدمين دولت اللي هم لغاية إمام الحرمين، المتوسطين لغاية القرن مثلا السادس، بعد كده كل دول عند الإمام النووي متأخرين من السادس. أما يستعملها مثلا الشيخ الإسلام ابن حجر، لا، مختلفة، مختلفة الاستعمال. فخلي بالك هي كلها واحدة، شكلها واحد ولكن معانيها مختلفة. انظر إلى الاصطلاح.
وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. فحضرتك لو قعدت على الفيسبوك وفاتك الأربع ركعات تسمى عند المتقدمين قد فعلت مكروها، عند المتأخرين خلاف الأولى. قال وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة، يعني في الأول كراهة شديدة لأنه صريح في النهي، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. يبقى في سنة مؤكدة وفي سنة إيه؟ غير مؤكدة. وشمل ما ذكره المصنف الرخصة والعزيمة، وسوف نتكلم عن الرخصة والعزيمة في درس لاحق إن شاء الله تعالى. حلو ده، الرخصة والعزيمة دي حدوتة، يا ما شرحناها وما كانش يعجبنا من التعريف إلا تعريف الإمام البيضاوي، صح ولا مش صح؟ الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر، مش قلنا فيها كده؟ يا سلام، 15 سنة وإحنا بندرس في الكتاب ده. خد يا مولانا.